السني إذا اصطفى مع داعش قلنا خائن، وإذا وقف مع الجيش العراقي قتله داعش، وإذا وقف على الحياد أصبح نازح. الإنسان السني الآن في حيرة من أمره، يصير ويا الجيش يجون داعش يطبون يقتلون عليه، يصير ويا داعش يصير خائن، ما يصير ويا الثنين يصير نازح يقعد بكرفان. شو يسوون هالناس؟ شو يسوون؟ وأهل الشيعي، وأهل الشيعي، أما الشيعة أفضل حالا، أما الشيعة فقر وعوز وذل، فقط متمسكين بعقائد، وهاي العقائد مو مال واحد، مو مال فلان وفلان، عقائد دينية تربينا عليها من احنا صغار، نرضعها وي حليب امنا، هسه جاي هم يعطونا اياها، احنا دين واحد ونبي واحد وقبلة واحدة وصلاة واحدة، اما ان نتحد كشعب عراقي